الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أحبتي الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم في هذا المقطع القصير والمكثف مفهوم ما يسمى معدل الإحلال التقني، أو ما يسمى Marginal Rate of Technical Substitution. أرجو أن يكون فيه الفائدة لكم أحبتي جميعا، وعلى بركة الله نبدأ. لأن يعرف معدل الإحلال التقني أو الفني Marginal Rate of Technical Substitution بأنه مقدار مدخل الإنتاج الذي تضحي به المنشأة للحصول على وحدة إضافية من مدخل آخر، مع بقاء هنا الشرط مع بقاء كمية الإنتاج ثابتة عند مستوى معين. والآن بياني الآن يمكن تصور العلاقة بين مدخلي الإنتاج. لنفترض أن مدخلي إنتاج ليبر العمالة ورأس المال كابيتال مثلا، مع كمية الإنتاج كيو بواسطة منحنى الكميات متساوي من الإنتاج اللي هي آيسو كوانت الآن كما يلي. هلا على المحور الأفقي كمية العمالة الموظفة في عملية الإنتاج، وعلى المحور العمودي كمية رأس المال الموظفة في الإنتاج، وهذا ما يسمى بالآيسو كوانت أو منحنى الكميات المتساوية من حيث الكم، من حيث العدد. يعني كأن نقول الآن Q1 is constant. الآن هنا أي نقطة على هذا المنحنى تعني أنه الكمية ثابتة، مثلا 100 وحدة إنتاج، 100 أي نقطة هنا تعني 100 وحدة إنتاج لنفترض يعني. فالآن نفرض أنه الآن نحن على هذه النقطة. الآن ميل هذه النقطة معطى بالخط المستقيم الذي يمس المنحنى عند هذه النقطة. هذا الآن هنا سلوب أو ميل يساوي التغير في مقدار رأس المال نسبة إلى التغير في مقدار العمالة، وتساوي ما يسمى بالمارج برودكتيف ليبر اللي هو حاصل قسمة الناتج الحدي للعمالة مقسم على الناتج الحدي لرأس المال. وهنا طبعا عندما ترتفع كمية العمالة الناتج الإضافي سيرتفع ولو بمقدار متناقص مثلا، لكن هنا خسارة في الناتج الإضافي لرأس المال هنا. أوكي؟ فهنا الناتج الإضافي من العمالة نتيجة لزيادة كمية العمالة، وهنا خسارة انخفاض لأنه الآن نبدل إحنا العمالة برأس المال. وهنا الآن هذه النقطة الثانية على سبيل المثال، لنفرض انتقلنا من هذه النقطة إلى هذه النقطة، كذلك الأمر هنا slope يساوي التغير اللي هي dk dl التغير أو المشتقة الأولى لk بالنسبة للعمالة، وتساوي الناتج الحدي أو الإضافي أو الحدي للعمالة مقسم على الخسارة لناتج نتيجة لزيادة الآن العمالة وانخفاض رأس المال. لاحظوا الآن هنا عند هذه النقطة الأولى مثلا عندي الكمية من رأس المال K1 وعندي L1 من الليبر. يعني عندما انخفضت أو يعني زدنا الآن وحدات الوحدات الموظفة من العمالة انخفض الآن، لأنه في عندي total cost أو ما يسمى كلفة كلية محدودة، المنشأة لا تستطيع أن تنفق أكثر مما تنفق عليه من الليبر أو كابيتال. فهنا الآن نتيجة الاعتبارات معينة المنشأة تحتاج إلى زيادة L من L1 إلى 2L2 مثلا هنا، فانخفض الآن المقدار الموظف من قبل المنشأة من رأس المال من K1 إلى K2. لاحظوا الآن هذا الفرق هنا هو سالب، يعني K2 ناقص K1 هو بعطاني بالسالب، وبالتالي انخفاض الآن مقدار رأس المال، لكن عندي هنا هذا المقدار موجب، فعندي زيادة في العمالة. هذا الآن مع بقاء كمية الإنتاج ثابتة. فلاحظوا لي الآن ما المقصود بالمارجنال ريت تكنيكال سبستيتيوشن؟ كما ذكرنا هو يعرف معدل الإحلال التقني فني مارجنال ريت تكنيكال سبستيتيوشن، مارجنال ريت اوف تكنيكال سبستيتيوشن مقدار مدخل الإنتاج الآن ضحينا بهذا المقدار من رأس المال تضحي به المنشأة للحصول على وحدة إضافية من الليبر بهذه الحالة. هنا نكمل الآن على شكل مثال، على شكل مثال بإذن الله. هنا النقطة الثالثة على سبيل المثال انتقلنا من L1 إلى L2 مثلا، فانخفض الآن رأس المال من K2 إلى K3 هنا زاد، وبالتالي هنا في عندي انخفاض في مقدار رأس المال، وهنا في عندي زيادة في مقدار العمالة.
هذا الآن التصور البياني لها. أما على شكل أرقام، لنفترض الآن، لنفترض بأن البيانات الآتية تمثل توليفة العمالة، التوليف الكومينيشن، ورأس المال كي التي توظفها منشأة. مثلا عندي كيو منشأة مالي إنتاج مقداره كيو تساوي 200، فالآن هذه الكمية ثابتة. لاحظوا لي هون عندي الليبر 2 4 6 والعمالة 2 4 6 8 10، لكن رأس المال كي 160. فعندما زدنا الآن ليبر من 2 إلى 4 انخفض رأس المال الموظف، لأن الكلفة، يعني مضطر المنشأة أن تخفض الآن مقدار رأس المال الموظف مع الإبقاء على الليبر، لاحظوا عفوا الكمية المنتجة، بعتذر، مع الإبقاء على الكمية المنتجة ثابتة على 200. فعندما زاد الليبر من 2 إلى 4 انخفض رأس المال من 160 إلى 80، وهكذا وهكذا. فالآن يعني نتصور هذا الحكي كلياته على شكل بياني، عند الليبر على المحور الأفقي، الكابيتال على المحور العمودي، هذا الايسوكوانت أو منحنى الكميات المتساوية، وعند كيو تساوي 200 كما ذكرنا هنا، كيو تساوي 200. الآن لنفترض نحن عند هذه النقطة، هنا ميل هذه النقطة معطى بميل الخط المستقيم الذي يمسها بالضبط، يعني فقط تماس. وبالتالي نفترض أنه الآن هنا كنا هذه النقطة 160 مقابل ذلك كان كمية رأس المال، عفوا 160 رأس المال مقابل العمالة كانت 2. الآن هذه الزوج المرتب 2 160، لاحظوا لي الآن انتقلنا إلى النقطة الثانية اللي هي 84. الآن هنا هذه النقطة، وبالتالي سلوب ميل هذا الميل المنحنى يساوي ميل هذا الخط المستقيم. فهنا الآن انتقلنا من زادت كمية رأس المال من 2 إلى 4 لما انتقلنا من هذه النقطة إلى هذه النقطة، لكن بالوقت ذاته انخفض رأس المال الآن إلى 80، وبالتالي هذه النقطة 84، يعني الزوج المرتب 84. وأنا الآن آخر نقطة نتحدث عنها على سبيل المثال، فهذا الخط المستقيم بعطيني الآن ميل المنحنى عند نقطة التماس بالضبط. وبالتالي الآن لاحظوا لي أنه انخفض الآن كمية رأس المال إلى 40 عند هذه النقطة، لكن كمية العمالة زادت إلى 6. وبالتالي الآن نستطيع أن نشتق أو نعرف بالضبط كم مقدار التضحية من رأس المال الذي تقوم به المنشأة من أجل حصول على كل وحدة عمالة. فهنا الآن لاحظوا هذه النقطة اللي هي زوج مرتب 6 ثم 40. فهنا التغير دائما أبدا، لاحظوا 2 2 2، هاي الآن مقابل 2 هذولا فقدنا إحنا 80 وحدة رأس المال من أجل الحصول على عمالة مقدارها من 2 إلى 4. يعني الزيادة هنا دلتا ال تساوي 2، فقدنا سالب هنا لاحظوني إنها تساوي 80. ومن أجل الحصول من 4 إلى 6 يعني إضافة 2، لاحظوني هنا، فالآن خسرنا من 80 إلى 40، لاحظوا 40 دفعة واحدة برأس المال، وهكذا حتى الآن أضفنا كمان 2 هنا، لاحظوني من 4 إلى 6، ثم من 6 إلى 8، ثم من 8 إلى 10. فبتكون بالحالة هاي الزيادة في العمالة 2 2 2، لكن مقدار الانخفاض لأنه في عندي يعني رأس المال يبدو كاين كثير مرتفع من حيث توظيفه بالشركة أو هذه المنشأة، فانخفض إلى 10. وبالتالي هنا نستطيع أن نحدد ما يسمى بالمارجنال ريت أوف تكنيكال سبستيوشن، اللي هو سالب دلتا كي على دلتا ال، وهو القيمة المطلقة. فبعطينا أول حالة هذه عندما انتقلنا من 160 إلى 80، كان الآن دلتا كي على دلتا ال تساوي 80 على 2 تساوي 40. إذن من أجل المقصود هنا بالأربعين، من أجل أن تحصل المنشأة على وحدة إضافية من العمالة ضحت بأربعين وحدة الآن من رأس المال، ثم من أجل أن تحصل على وحدة إضافية من العمالة ضحت ثم بعشرين الآن وحدة من رأس المال. وهنا قبل الأخير، من أجل الحصول على وحدة إضافية من العمالة ضحت بعشر وحدات من رأس المال. وأخيرا لاحظوا لي حسب البيانات هذه، عندما أرادت أن تزيد كمية العمالة بمقدار وحدة واحدة ضحت بمقدار
خمسة وحدات أو خمس وحدات من رأس المال. هنا الملاحظ بأن كمية التضحية من المدخل اللي هو رأس المال تنخفض، رغم أنها عالية لكن انخفضت من 40 إلى 20 إلى 10 إلى 5، أوكي، مقابل كل وحدة إضافية من العمالة. هذا الآن نتيجة لما يسمى بتحدب منحنى الكميات المتساوية، أو ما يسمى convexity، strict convexity هنا عندي، يعني تحدب صارم لمنحنى الكميات المتساوية اللي هو الايسوكوان، نسميها strict convex isoquant curve. أكون بدأنا قد انتهيت من هذا المقطع، راجيا أن أكون قد قدمت لكم الفائدة أحبتي حيثما كنتم، وإلى لقاء قريب آخر بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.